اضيف لهذا ان انا هراجع كل اتفاقيات الغاز اللي عملها مصر، واعيد المفاوضه مع اسبانيا وايطاليا والاردن وغيرها من الدول اللي بتاخد مننا، عشان الغاز ده لازم يتباع بالسعر العالمي مش بالاسعار المكتوبه في الاتفاقيات، واقطع الغاز عن اسرائيل نهائيا، مش هديلها غاز. ده قرار سيادي مش قانوني. نعم، لا قرار قانوني سيادي، لان انا محتاج الغاز ده. انت شفتي ازمه الانابيب عامله ايه في مصر؟ طب انا رئيس جمهوريه، وينفع ان ست البيت المصريه تبقى واقفه بتدور على انبوبه، او راجل يقف ست ساعات في طابور الانابيب؟ طب انا هتبنى مشروع بدل غاز لما اوديه لاسرائيل، انا همد الغاز الطبيعي ده لكل مزارع الدواجن ومصانع الطوب المرخصه في مصر، واعمل عند كل مزرعه وكل مصنع طوب تانك امده بالغاز الطبيعي، وهديه لهم بالسعر العالمي، هيبقى ارخص عليهم اللي هم مربي الدواجن من انهم ياخدوا انابيب البوتاجاز زي ما بياخدوها دلوقتي ب 35 جنيه الانبوبه.